السلام عليكم، جمعت لكم مجموعة من الأخبار الهامة التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية هذا اليوم. لكن قبل أن نبدأ بالأخبار أذكركم بيوم الإجازة الذي سوف يكون يوم الخميس الثامن من شهر 6 شهر يونيو 2023 بستة مقاطعات ألمانية فقط. ستة مقاطعات، إذا كنتم من سكان واحدة من هذه المقاطعات التي سوف أذكرها لكم، فيوم الخميس الثامن من شهر يونيو 2023 هو يوم إجازة وعيد ديني رسمي في ألمانيا، تغلق فيه المدارس، روض الأطفال، أيضا الإدارات كلها تغلق، السوبر ماركت يغلق، العيادات الطبية تغلق إلى آخره، فقط في ستة مقاطعات ألمانية. المقاطعات التي فيها إجازة عيد هي بادن فيرتمبرغ، بايرن، هسن، إنيرفي نورد راين فيستفالن يعني شمال الراين فيستفالن، غايلاند بفالس، زارلاند. إذا كنتم تعيشون في واحدة من هذه المقاطعات التي ذكرتها لكم، يوم الخميس عيد ديني للكاثوليك، يعني الكاثوليك الألمان أو المقاطعات الكاثوليكية تحتفل بهذا العيد الذي يسمى بالألمانية فرون لايشنام، يعني بالعربية سر الأفخار ستيا أو سر التناول أو سر القربان المقدس. فقط يوم الخميس وفقط في هذه المقاطعات التي ذكرت لكم، باقي المقاطعات فيها الحياة عادية ولا يوجد فيها أي إجازة رسمية، فقط إجازة رسمية في ستة مقاطعات ألمانية. فانشروا الفيديو كي يصل إلى عدد كبير من الناس الذين يعيشون في واحدة من هذه الستة المقاطعات. بهذه الستة مقاطعات يوم الجمعة سترجع الحياة مجددا إلى طبيعتها، لأنه يوم الجمعة سوف يفتح مجددا كل شيء. ننتقل إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية، وهو حادثة الحريق التي حصلت بمدينة أبولدا التي توجد بمقاطعة تيورينغن شرق ألمانيا. حصل حريق في سكن للاجئين، هذا السكن يعيش فيه تقريبا 245 لاجئ من دول مختلفة، من أوكرانيا، من أفغانستان ومن سوريا. حصل حريق، وبسبب هذا الحريق الذي نشب بهذا الهيم بهذا السكن توفي شخص. عندما حللوا الجثة، ممكن هناك الآن شكوك بأنه الذي توفي أو الذي حرق للأسف يعني أيضا طفل عمره 9 سنوات، ويظنون ويشكون بأنه من أوكرانيا تعازينا الحارة إلى أسرته. لحد الساعة تقول التحقيقات الألمانية أنهم لا يعرفون أسباب حصول هذا الحريق أو كيف حصل هذا الحريق بسكن اللاجئين، والشرطة الألمانية والنيابة العامة يحققون بهذا الأمر. تم نقل جميع سكان سكن اللجوء إلى سكن آخر ومساكن أخرى قريبة من أبولدا. ننتقل أيضا إلى موضوع آخر، الفنانون الألمان، مغنيين، ممثلين، رسامين، شعراء يكتبون وثيقة ورسالة إلى الحكومة الألمانية ويطالبونها ويقولون لها: نحن الفنانون الألمان نطالبكم أن لا تقوموا بتشديد القوانين الخاصة باللجوء رأفة ورحمة بالناس طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا. وأيضا الفنانون الألمان والمثقفون الألمان يطالبون جميع الأحزاب الألمانية بعدم استغلال قضية اللجوء التي هي قضية إنسانية، استغلالها من أجل نشر الشعبوية ونشر واستغلال هذه الورقة من أجل مصالح انتخابية أو من أجل زيادة الشعبية. إذن الفنانون الألمان يتضامنون مع اللاجئين ويطلبون من الأحزاب التوقف على استغلال ورقة اللجوء من أجل زيادة الشعبية. أيضا تتكلم الصحافة الألمانية على القوانين التي ترغب الآن أوروبا عملها وتدعمها الحكومة الألمانية، وهي قوانين تشديد اللجوء للاجئين الجدد الذين يرغبون بالدخول إلى أوروبا، أن تشدد القوانين اتجاههم. وألمانيا والدول الأوروبية يدعمون مخطط أنه الحدود الأوروبية يجب أن تراقب مراقبة شديدة.
إضافة إلى ذلك يرغبون بمنع دخول اللاجئين ومرورهم إلى أي دولة هم يرغبون فيها، بل يرغبون بإيقاف من يدخل إلى أوروبا. هنا لا يتكلمون على اللاجئين الأوكران فقط كي نوضح الأمر، لأن الأوكران يقولون هم في حرب، ألمانيا وأوروبا تدعم أوكرانيا واللاجئين الأوكران مرحب بهم. هم يتكلمون هنا على اللاجئين الآخرين من خارج الاتحاد الأوروبي من أي دولة أخرى. قالوا بأنه لا يرغبون بالسماح لهم بالدخول إلى أوروبا، أن يبقوا هناك على الحدود، أن يبنوا لهم هناك مراكز، وهناك يقدمون طلبات اللجوء. هذا الأمر تدعمه جميع الأحزاب الخاصة بالحكومة، وتدعمه مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية. وعندما يقدم الشخص لطلب اللجوء هناك ينظرون في ملفه، هل هو آتي من بلد فيها حرب، هل بلده آمنة، هل هو لاجئ اقتصادي أم فعلا لاجئ حرب، وهل يستحق اللجوء. إذا يستحق اللجوء سوف يسمح له بالدخول إلى أوروبا، وهم يحددون له البلد التي يعيش فيها أو التي سوف يحصل فيها على لجوء. يعني ممكن أن يقول له ستحصل على لجوء في بلجيكا، ستحصل على لجوء في بولندا، ستحصل على لجوء في رومانيا، ستحصل عليه في ألمانيا. يعني ليس أن الشخص هو من يدخل وهو من يختار البلد التي هو يرغب أن يقدم فيها لجوء، لا، يرغبون أن يمنعوا، وهم من يحددون ويطلبون من جميع الدول الأوروبية أن تلتزم بهذه القسمة. لكن ومن مثلا يرفض طلب لجوء يسهل عليهم مثلا ترحيله. أيضا أصدقائي يقولون بأنه العائلات، إذا عائلة جاءت وعندهم أطفال أقل من 12 سنة، حزب الخضر يقول يجب أن يسمح لهذه العائلة أن تمر ولا يجب إيقافها بالحدود. لكن بالمعارضة حزب CDU الذي يوجد في المعارضة غاضب أيضا من هذا الأمر وقال لا، يجب منع الكل حتى العائلات التي عندهم يعني أطفال أقل من 12 سنة. لكن الحكومة الألمانية الآن ترغب بأن العائلات اللي عندهم 12 سنة أن لا يبقوا هناك مدة طويلة بالحدود. وزيرة الخارجية الألمانية قالت بأنه أنها لا ترغب بأن يتم إيقاف الناس أكثر من أسبوع هناك بالحدود، يعني أكثر من أسبوع لا ترغب، لأن هناك تخوفات بأنه بعض الناس يتم احتجازهم مثلا أو يبقون هناك بالحدود شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. لذلك هناك الآن نقاشات كبيرة بالاتحاد الأوروبي، على ما يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرغب الآن بتشديد الأمور الخاصة باللجوء، ويرغبون بتقليل دخول اللاجئين، لأنه يرون أيضا بأن مسألة دخول اللاجئين حولت مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية إلى التوجه نحو اليمين المتشدد. أيضا لاحظنا يوم أمس بأنه باستطلاع للرأي حزب البديل اليميني المتشدد أصبح يعني وصل باستطلاعات للرأي إلى 18%، لأنه مجموعة من الناس الآن بدأوا يعني غاضبون من كثرة دخول اللاجئين، غاضبون من طول الحرب في أوكرانيا، غاضبون من التضخم، غاضبون من الغلاء، غاضبون من قانون تغيير أجهزة التدفئة هايتسونغ، غاضبون من كل شيء. وهذا الغضب يجعل مجموعة كبيرة من الشعوب الأوروبية الآن تتجه نحو اليمين المتشدد أصدقائي. ولذلك جميع الحكومات الآن يرغبون الآن بتشديد بعض القوانين الخاصة والتقليل من دخول اللاجئين، على الأقل اللاجئين الغير أوكرانيين أو اللاجئين من دول خارج الاتحاد الأوروبي أصدقائي. إذن وآخر موضوع أصدقائي يتكلم على الرياضة. يوم أمس فاز فريق مدينة لايبتسيش بكأس ألمانيا DFB بوكال، المقابلة النهائية التي جرت يوم أمس في العاصمة الألمانية برلين، وانتصر فريق لايبتسيش على فريق فرانكفورت بهدفين لصفر، ويكون هذا هو ثاني تتويج لفريق لايبتسيش بعدما توج أيضا باللقب السنة الماضية. كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.